بين تطلعات الحكومة المتعاقبة والواقع الموثق بالأرقام، بون شاسع من الفروقات التي تؤكد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة لا تسير في الاتجاه الصحيح، وهو أمر أكده أعلى سلطة في البلاد الملك محمد السادس بإقراره بفشل النموذج التنموي ومحاولة البحث عن آخر. معطيات صادمة ومخيفة جدا، تلك التي كشفت عنها الرابطة المغربية للمواطن وحقوق الإنسان في بيان الرأي العام، وهي تتحدث عن نسبة انتشار الفقر في المغرب، حيث أكدت الهيئة الحقوقية المذكورة أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر إلى جانب بلدان أخرى من القارة الإفريقية مثل زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل الرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية. وتزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أكدت الرابطة أن حوالي 38% من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة يعانون من الفقر في مختلف أبعاده، مشددة إلى أن هذه الفئة محرومة من بعدين على الأقل من بين الأبعاد التي تتجلى في العلاج والتأمين الصحي والوصول إلى الماء الصالح للشرب والسكن والتربية والتعليم وخدمات الصرف الصحي. وأضافت الهيئة المذكورة في تقريرها إلى أن 46% من الأطفال متراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53% من الأطفال تحت السن 4 سنوات محرومون من الخدمة ذاتها، في وقت يحرم فيه حوالي 35% من الأطفال متراوحة أعمارهم بين 5 و17 سنة من التربية والتعليم، و8.4% من الأطفال بين 3 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي. وأشارت الرابطة إلى أن 60% من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين، الأولى تعاني بشكل حاد والثانية بشكل متوسط وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدة على أن 12.6% من المغاربة قريبون من عتبة الفقر، فيما يعيش 4.9% من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد، يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم. لكل ما سبق ذكره، حملت الرابطة الحقوقية الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب، مشددة إلى أن استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة وضخامة خدمات المديونية الخارجية وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة، وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة والانخراط الكامل في العولمة من موقف الضعف والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية، مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.